خرجنا الحلوة ديالنا من الفران، درتها في الفران، كنسقيوها بالعسل. العسل اللي كيكون خاطر شاد في راسو، كيكون كراميل، عسل كراميل. كنسقيها مزيان، كنخليها تشرب واحد شوية، كتبقى شوية في داك العسل. مرحبا بكم أعزائي عزيزاتي، كيف الحال؟ نتمنى يا رب تكونوا كاملين في تمام الصحة والعافية، وعواشركم مبروكة ورمضانكم سعيد. الله يدخلو علينا وعليكم بالصحة وبالعنا وبالتيسير باش من ما تمنيتو يا ربي. مرحبا بكم. حنا هنايا غادي نوجد واحد الحلوة يهودية قديمة، يمكن ما عمرني شفت شي حد. المهم شي حاجة حصرية، مخيطو حلوة يهودية ديما زويونه. انا كتعجبني انني نديرها في رب في شهر رمضان ونوجدها لرمضان، كتكون زويونه. المهم انا هنايا غادي نوجد العقدة ديال اللوز، نشارك معكم الطريقة باش كنوجدها. هذا كيلو ديال اللوز، يلا ها هو. بعد ما سلقناه وفسخناه، غادي نزيدو عليه تقريبا واحد نقولوا نص كاس ديال الزبده مذوبه. خصها تكون تذوب مزيان وتحيد من هذيك الكشكوشه والماء، ترجع بحال هكا. شفتوا ما فيها لا ماء لا غير، ما بقاش فيها داك الدم اللي كيبقى في الزبده. ها هي نص كاس، نص كاس ديال العنبه ديال الزبده مذوبه مزيان. كنزيدوا واحد معلقة ديال الكوفيتير ديال المشمش الخاص بالحلويات، معلقة بحال هكا، غير معلقة وحدة في كيلو ديال اللوز. وكنزيدو تقريبا قد هكا ديال الروح ديال الزهر، نقولو نص معلقة كبيرة ديال الروح ديال الزهر، كيعطي واحد النكهة زوينة. من بعد كندير لكم مزيان، كندخلوا ليها هذه العناصر مزيان، كندير لكم العجن مزيان. هاد العقدة ديالنا ياك فاطمة زهرة، انا ما كاينه انا واختي، كتجي زوين جديد ريحتها. ريحة الروح ديال الزهر خصو يكون نوعية مزيانة، ومع اللوز كيعطو واحد الريحة طالعة من الجنة. كتعرفو ريحة هداك بنات ما الزهر مع اللوز اللي كتجي والحلاوة، يا سلام. كتفكرني أنا دائما هاد الريحة فاش كنشمها، معرفش علاش كيجي لبالي دوك الناس اللي كيجيو من الحج. لا انا كتفكرني في اي حاجه خاصه بالعرس بصح. غير في بلاصه ما ديروا الماء ديال الزهر ديروا الروح ديال الزهر. كاين اللي كيدير الماء ديال الزهر من الاحسن بلاش، حيت هذاك الماء ديال الزهر هو اللي كيخلو مثلا بغيتو تخدمه في البريوات ولا في الكعاب ولا الماء كيخلي اي حاجه خدمتو بها اللوز كتغمال، كتكون فيها واحد الريحه ما زويناش. خدموا بالروح ديال الزهر دائما، اعتقد انها بركة عليها. داكشي غير ما تنكتروش الزبده بزاف. ها هي العقده ديال اللوز ديالنا، من بعد ما خدمناها بالزبده وبالكوفيتير وبالروح ديال الزهر، صافي ها هي كيف كتجي في الاخير. ممكن لينا دابا نخدموا بها اي حاجه بغينا نخدموها باللوز، نخدموا بها بريوات، نخدموا بها الكعب، نخدموا بها اي حاجه. انا قديتها اصلا على قد المخيط اللي غادي نخدم دابا. صافي صافي غنحيدها جانبا، ها هي نحيدها نحطها جهه اخرى. غادي نجيب نخدم العجينة ديال حطي لي فاطمة داك تبسل هنا. الحمد لله ولدي، غادي نخدم العجينة ديال كم
حمصات المخيطات اليهودية الأصل رائعة كتجي. كنحتاجو 250 غرام ديال دقيق الفورس نوعية جيدة ممتازة الخاصة بالحلويات. كنحتاجو واحد شوي كيك ديال الخميرة، ربع باكية، نقولو ربع باكية ديال خميرة الحلوى الحمراء. أنا استخدمت هنايا أنسا، أنسا كتعجبني نخدم بيها. المهم ربع باكية، ربع ماشي نص، ربع ديال باكية. غادي نحتاجو لواحد شوية ديال القرفة، شوية رص معلقة، رص معلقة ديال القرفة، نحتاج قبيصة صغيرة ديال الملحة، غادي نحتاج هنايا كاين هنايا ربعة ديال المعالق ديال الزبدة اللي ذوبتها مزيان، كتذوبتها كتولي بحال كتبان بحال زيت المائدة، حيت ضروري تحيد من هاد الكشكوشة وداك البن وداكشي كامل تبان طيبة. حلا بينا نقادو سمن، زائد جوج معالق ديال كبار ديال زيت المائدة، كنحاول نلبس هاد الدقيق ديال مزيان، نلبس بسهوب، ندخل عليه الزبدة اللي عندنا مزيان بحال هاد الشكل. أنا تعمدت أنني نوجد كلشي قدامكم، حاجة ما نخبيها باش اللي بغا يصيب، حاجة ما نصيبها بعيد على اللي بغا يصيبها بوحدو يصيبها. ها كيف كيجينا الدقيق ديالنا في كل المواد، كيجي مبسبس، الدقيق ديالنا كيفاش كيجي مبسبس. من بعد ما بسبسنا الدقيق ديالنا مع المواد اللي درنا، ربعة معالق الزبدة ذوبة وجوج معالق ديال زيت المائدة، كنهضرو على معالق كبار، قبصة ديال الملحة، ربع ملعقة ديال القرفة، صافي كنعجنب. حنا كنعجنب كناخد حامضة وكنقشرها وكنطيبها في الماء بحال هكايا، كنخليها طيب مزيان. تقريبا درت أنا هاد الكاس ديال الماء، خليتها طابت تمشى الماء، بقى لي غير قد هكا، خليتها تبردت شوية وزدت عليها زعفران شعر، هاهو خليته تبرد غادي نعجن به. هذا الحامض مركز، الحامض نعجن به، ما غاديش نعجنو بالزهر، نعجنو بالحامض، حيت هاد الكميسات سميتهم كميسات مخيطة، يعني خاص يكون فيهم ضروري المذاق ديال الحامض يكون غالب. العجينة كتكون تقريبا بحال العجينة ديال الشباكية، خاصها تبقى قاصحة شادة في راسها. مغديش نحتاج أنا هاد الما كامل، غادي نخبيه تنعاود نجيبه مرة أخرى. ها كيفاش العجينة ديالنا تكون قاصحة، خاص نزيد شويه الماء، شويه هاي العجينه ديالنا. راه درت معكم غير 250 غرام، المهم انا غير باش انكم نسهل عليكم باش ما نديرش 2 كيلو ولا كيلو ونصدق نتلفكم في المقادير. العجينة ديالنا خصها تدلك مزيان، هاهي العجينة ديال الكبلات، غادي نقسمها كويرات صغار، خرجت ليا ثلاثة ديال الكويرات. Gracias.
الدجاج قشر الحامض، بعد ما جبنا الحامض غسلناه مزيان نقيناه مسحناه قطعنا على هذا الشكل غير قشرنا الحامضه. ديك الحامضه اللي وجدت بها هذاك المركز باش عجنت هو باش هي اللي قشرته وجدت القشمه ديالها نعاود نستخدمها هنايا. غادي نحتاج انني نطحن هاد القشور ديال الحامض القشور ديال الحامض من بعد ما طحناهم ما طحناهمش مزيان كيكونوا على هاد الشكل، كنخلوهم على هاد الشكل مازال ما طحنوش مزيان. غادي نزيدو عليهم راه موخيتو، اذا قلنا موخيتو راه ضروري من الحامض والنعناع. غنزيدو عليهم هاد الكميشه ديال النعناع هكذا بحال اوراق النعناع، غسلنا النعناع مسحناه حيدنا الوريقات هما اللي غنحتاجوهم، هما غادي نطحنهم مع الحامض مع قشور الحامض. بحال هكا باقي مازال ما طحنوش، غادي نضيف عليهم طحنوا واحد شويه، غادي نزيدو عليهم معلقه كبيره ديال السكر كلاصي، قديما كانوا الناس هاد الشيء كطحنوا في المهراز، كتقول في المهراز دابا ملي كاين الطحان هاد راه غادي علاش نستخدم كيولي من بعد ما كنطحن. غادي ناخذوه نرجعوه لهنا، كنخدم بيدي كنخدم كنحنش انا نخدم معلقة ماشي بزاف. هنايا عندنا قشور ديال الحامض، قشور ديال الحامضه وحده كبيره وواحد حفينه ديال ورق النعناع طريين ومعلقه كبيره ديال السكر كلاصي، طحناهم بالتدريج. طحنا هو الاول الحامض، من بعد ضفنا النعناع، من بعد ضفنا السكر كلاصي. ها هو ملي كيطحن كيفاش كيولي. وهذا غادي نخليه هنايا، غادي نمشيو نجيبو العقدة ديال اللبس. هي العقدة ديال اللوز اللي وجدت معكم هي اللي غادي نحتاج منها واحد شوية، حيت أنا بغيت نشارك معكم الطريقة وصافي. من بعد غادي نخدمها، ناخد شوية كيك تقريبا قد هكا كتير باقي
قد هكا ولا غادي نحتاج. ها هي العقدة ديال اللوز ديالنا اللي كتصيرت معاكم، اش غادي نحتاجو؟ غادي نضيفو عليها هاد هاد المواد هادي اللي هما النعناع والحامض والسكر كلاصي، السكر كلاصي غادي نضيفو، غادي نعجنو مزيان، غادي نحاول أنني ندخل هاد المواد لعقدة اللوز اللي عندي. ها هو على الريحة. يا سلام عرفتوا ريحة الدوز مع ريحة الزهر مع النعناع والحامض؟ أوه يا سلام، منقولش لكم. هنايا ما كنقربوش لنا ديك الماء ديال الزهر نهائيا، حيت استخدمنا الماء ديال حيت استخدمنا الروح ديال الزهر ما كاينلاش. هاهي العقدة ديالي وجدات، كتجي بهذا الشكل رائعة، كتجي يا سلام درت واحد الريحة طالعة منهم. واو إيوا غادي نجلس ونكورها كويرة صغيرة. فهادي كلنا كبر زعما هادي، عيننا ميزاننا في الكويرات، المهم خاصهم كلهم يجو قياس واحد. ها هما هاي العجينة ديال اللوز ديالنا من بعد ما كملناها، هاي كيف كتكون كويرات على هاد القياس. صافي كاين في المنيو تاعنا، كاين في البلاكارت تاعنا. الفوق ولا فين؟ اه فوق الكيسان الفوق. كاينش كاين تما فوق الكيسان الفوق في الجنب. هاتي منين تا فاش سميتو جالسة زعما وحرام بالي هاد الحجر كاري اللي بمش ليا، لقيت شي وحدين ولكن ما بغاش ليا هادشي. من بعد ما ترخات العجينة ديالنا هاكا تولي بحال هاكا على هاد الشكل. صافي كنمشو صفح العمل ديالنا نشوف ديال الدقيق، كندوقو كنديرو بحال هاكا الشكل. فين هي هاديك الوقت؟ فين هي؟ جرارة هي بلاستيك. بلاستيكة؟ شنو بلاستيكة؟ هاديك البلاستيكة اللي نقدر نجيبها. نمشي نجيبها فين؟ غنوض غنوض راه دابا. كنخدمو العجينة ديالنا بهذا الشكل، في الأول كنخدمونا على ستة، على رقم ستة، المهم اللي معندوش ماكينة ماشي مشكل، كنخدمو على ستة، في الأول كنخدمو على ستة، كنخدمو كنديرو الماكينة ديالنا على رقم ستة، بحال هكا، هي كيف كتكون. الثالثة كنخدموها على رقم 4،
واحد اللي رقم واحد كيعطينا عجينه رقيقه بزاف، وحنا غرضنا العجينه تكون رقيقه بزاف. اللي ما عندوش الماكينه راه ممكن يدلك العجينه غير بدلك، ولكن خصها تكون بحال هكا، ولكن خصها تجي هكا هكا، خصها تجي رقيقه بزاف. خص العجينة ديالنا تجي رقيقة بزاف. السمك رقم واحد في الماكلة يعني كتجي رقيقة بزاف. صافي، من بعد كناخدو أهم مرحلة، كناخدو هاد طبيصلات كيف ما كانو طبيصلات، كنديرو شوية ديال الماء ديال الزهر هكا غير شوية، هادو ممكن نقسمو على جوج. هنا شوية دالما ديال الزهر هدا هكا، معلقة معلقة كبيرة، معلقة كبيرة دالما ديال الزهر. كناخدو واحد كنديرو فيه هاد الألوان باش كنخدمو، واحد كنديرو فيه اللون الأخضر، واحد كنديرو فيه المهم اي لون بغيتو تخدمو بيه، واحد كنديرو فيه اللون الاحمر. المهم هادو هما الالوان اللي متوفرين عندي انا، الاخضر والاحمر راهي ديال المغرب ديالنا. هما الالوان ديالي اللي وجدت، غادي تشوفوني اش غادي نحتاجهم. هنايا كاين اللون الاخضر مخلط مع الماء ديال الزهر، وهنا كاين اللون الاحمر مخلط مع الماء ديال الزهر. كناخذوا الطابع ديالنا اللي باش غادي باش غادي نقطعوا العجينه ديالنا، كنديروا ليه هاد الاطراف ديالو في داك الملوين اللي وجدنا، كنسوسو شوية بحال هكا، وكنجيو كنحطو مباشرة على البلاصة اللي بغينا نشكلوها. كنبقاو ضابطين مزيان حتى نقطعوه. صافي، كنبقاو مستمرين هكذايا حتى كنكملو كاع الكمية ديال العجين وديال العقدة اللي عندنا. كنشكلوها كنبقاو نشكلوها على شكل كميميسات او ريضة كيف كتشوفوا معنا في الفيديو. هذا هو الشكل ديال الحلوى المخيطة ديالنا، كتجي على شكل كميميسة او ريضة. هنا يا صافي كملنا الكمية ديال العجين والعقدة اللي عندنا، درنا لونين الاخضر والاحمر، جات هكذايا. دابا مازال ما طابت، غادي نمشي نديرها في الفران ان شاء الله، وانا معكم في المرحله هي. من بعد ما خرجنا الحلوه ديالنا من الفران، درتها في الفران، كنسقيوها بالعسل، العسل اللي كيكون خاطر شد فراسو، كيكون كراميل، عسل كراميل. كنسقيها مزيان، كنخليها تشرب واحد شويه، كتبقى شويه في داك العسل، نخلوها تقريبا شي 10 دقائق حتى تشرب العسل مزيان، باش كتجي من الداخل معسله. صراحه البنات راه كتجي حلوه رائعه، غير جربوها وما غاديش تندموا عليها، والله رائعه جدا. حتى هي وجدوها باش انكم تكون من ضمن شباكيه ومن ضمن المعسلات ديال رمضان. انا كنوجدها دائما كل رمضان، كتعجبني، مذاق اخر مختلف، حاجه جديده، ممكن تقدموها حتى مع مخيطو. هي هي اصلا سميتها حلوى المخيطو، كتقدم مع العصير مع الشراب ديال المخيطو.
كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى انكم تجربوها، راه ما فيهاش شي حاجه كثيره. وهذا هو الشكل النهائي ديالها، فعلا كتجي كتبهج العين حيت بدوك الالوان اللي فيها. انا صراحه كتعجبني وكيعجبني نوجدها. وشكرا لكم البنات انكم بقيتوا معنا تكملتوا لا فيديو، وما تنسوناش من الدعم ديالكم للقناه ديالنا. شكرا بزاف بزاف، والى اللقاء في وصفه جديده ان شاء الله. باي باي.